شنط السيارة فوقها النورس، ها ها هي نورس فوقها. السلام عليكم. شو النوارس هنا يا حسين؟ ها حطوا راسهم هنا يا كي تشتتو، يعني كي يشبعوا مطر كي تمطروا. 70 مطر هنا يا. انا فاكر شي دخول هنا يا شيخ وش زعما. يا سلام ما رحت. هذا الشارع سميتو شارع فيليكس، هذا شو اللوحة هنا يا فيليكس وما ماكس كيج. فيليكس شارع فيليكس هو هذا ماكس كيج، زنقة فيليكس ماكس كيج كتخرجك للبسط وكيتمتد حتى هو حتى الليل. شارع فيليكس أمطار. إيوا نتمتعوا بالمطر شوية. شوف 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 شيء رهيب صراحة، ممتاز نتمتع به. دابا الفلاح مبسوط، داير مجمر كيشوي ولا الملوي وتاي. داير الملوي داير فرحان مع راسو. دابا الفلاح هنا امطار فلاحيه هاد نقطعو مشينا له الديور القديمه. يا سلام عليك، هادشي كله صورناه لكن ما كانش تصور في المطار في الوقت الشتاء. الناس اللي منزعجه من المطار تاخذ بشي تاكسي مباشره، كاين لا فلوس. لكن انا عادي بالنسبه ليا، العيشه ممتاز، العيشه فيها ممتاز. الواحد الا كان سكري ولا حاجه، هذه حمامات، حمامات عاجله. هذه حياه الجنسي هنا، تبغى لها ديكور عاد كيدهنوا الواجهه هذه الظهر ما شنو غادي يديروا فيها. وهناك احيانا الفقر يزعل، الفقر ما مزيانش الصراحه، يعني الفقر ما هو زين، لكن الفقراء تلقاهم طيبين، أهل الدعاء، أهل الكلمة الطيبة. فقراء أهل الكلمة الطيبة، يعني بسطاء، شيء رائع مع الفقراء. لكن الواحد ايش يقول؟ اللي عنده يعطي للفقير وصافي. عندك اعطي للفقير وتمتع معاه بدعاء، يدعي لك دعاء ما تعرفش يعني ممكن يستجاب في نفس الليلة ولا حد. الله سبحانه وتعالى قريب قريب، ندعوه نقول اللهم ربنا رب العزة والجلال، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انا جيت ثاني للساحه هذه، شربت قهوه هناك مع الراجل، تمتعنا بالحديث معه. يعجبوني انا الناس الطيبه هذه الفقراء، شيء رائع جدا. اما في ناس خلاص شبعنا من المدنيه، شبعنا من المدنيه،
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا دخلت سولت هنا يا الإدارة على البصواي واش كيجي هنا يا ولا لا. البصواي ما كيجيش لهنا نهائي من الرحمة، كيدوز لسميتو نقول لي أنت الرحمة، وكيدوز القطب الشمالي، القطب المالي. أنا قلت القطب الشمالي، لا قطب